هتأخر. شو يا عمي؟ شكل الأمور عم تتحرك معك. أهلا قمر. يعني عم بحاول أسوي كيف ما بتذكره. أنت عشت هون؟ لا، بس أبوي كان يحكي لنا كل ليلة كيف كان أخوي غسان هو أصحابه لما كانوا يركبوا الدولاب كانوا يحسوا حالهم رح يصلوا السما. كان حلم، حياة تانية. وراجع تلاقي هذا العالم هون؟ هيك شيء. في مني وين راح؟ راح عند أم حبيب. لحظة، خليني أجمع. تجيك طايشة وتموت يعني عشان طابتك. شو بالبطانية؟ في بطانية جوا الرف. تعال تعال تعال. الإسرائيلية بقى فلسطينية زهقتوا ده حياتنا عاد. روح تعال هجيب لك سندوتشك.